ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. في تلك القرية المتوارية عن الطريق الرئيسي، هناك في أطراف جندوبة التونسية، لا زال الناس يذكرون قصة زينة الشابة التي اختفت بعد أن انتقلت للعمل في نابل. كانت فتاة ذات جمال ونضارة، ابنة فلاحين. كان أبوها الحاج صلاح معروفا باستقامته وبانفتاحه على العصر، وكان من الفلاحين القلائل الذين استوعبوا أهمية تعليم البنات وشجعوا بناتهم على التعلم والتحصيل. لما أنهت دراستها الثانوية قررت زينة أن تبحث عن عمل، وكذلك عثرت على شغل في مطعم في نابل، المنطقة السياحية على الساحل. لم يعارض الحاج صلاح انتقال زينة إلى نابل للعمل، بل إنه رافقها إلى هناك واستأجر لها سكنا. واعتادت عائلتها على قدومها مرة أو مرتين كل شهر، وسعد الحاج صلاح بما كان يأتيه منها من مساعدات مالية، واستمر الحال كذلك حتى العام 91 900 وألف. في منتصف ذلك العام انقضى شهران دون أن تأتي زينة لزيارة عائلتها، ولم يحدث ذلك من قبل، وكان طبيعيا أن يقلق جميع أفراد عائلتها. قرر الحاج صلاح الذهاب إلى نابل لاستجلاء الأمر، وأصر ابنه الأكبر قاسم على مرافقته. لما وصل إلى المنزل الذي كان والدها قد استأجره لها، طرق الباب مرات ولم يأتهم رد. تذكر الحاج صلاح أنه يحتفظ مع مفاتيحه العديدة بنسخة من مفتاح ذلك السكن. فتح الباب فاكتشف الشقة موظبة ونظيفة، ولكن زينة غير موجودة، وعلى سريرها ظرف مغلق. أخذه قاسم وبلا تردد أو انتظار فتحه. بداخله رسالة بخط زينة، إنه يعرفه جيدا. كان والده ينظر إليه مترقبا، وفهم من نظراته تلك أنه يريد أن يعرف ما في الرسالة. جلس على حافة السرير وبدأ قاسم يقرأ. قدمت زينة باعتذار عن غيابها وعن رحيلها بلا استئذان. قالت إنها ترحل عن نابل وقد ترحل عن تونس كلها لأسباب قاهرة. لم تكشف عن طبيعة تلك الأسباب، واكتفت بإشارة عابرة إلى أن المقبل من الأيام قد يتيح تجليتها. عادت في السطور الأخيرة من الرسالة لتطلب الصفح وتعتذر من أمها وأبيها وإخوتها. أحس الحاج صلاح بصدمة شديدة وبانهيار، بينما حاول ابنه قاسم أن يبقى متماسكا. مرت ساعة وهما على ذلك الحال، ثم إن الحاج صلاح قرر أن يمضي إلى صاحب الشقة ليسأله. لم يكن على علم بغيابها، ولكنه قال إنها دفعت واجب شهرين من الإيجار. لم يكن الحاج يعلم لابنته علاقات في نابل، وكان عليه أن يبحث عن المطعم الذي كانت تعمل فيه. رأى قاسم شقيقها أن يعود إلى سكنها، فقد يعثر على ما يدلهما على ذلك المطعم. في درج منضدة بجانب السرير اكتشف أوراقا وصورا تظهر في بعض منها في المطعم، وفي أخرى مع زميلات وزملاء لها. ثم وقع على شهادة شغل، واكتشف بها عنوان ذلك المطعم على الشاطئ. ظن الرجلان أنهما سيجدان أخبارها لدى مشغلها، وكان التفكير في ذلك، مجرد التفكير في ذلك، يبعث فيهما أملا كبيرا. استقل سيارة أجرة إلى المطعم. كانت الساعة تقترب من الثانية زوالا، وكان المطعم غاصا بالزبائن الأجانب. أوقفهما رجل ظناه المسؤول عن الأمن، سأله عن رب المطعم، ولما سألهما عن الغرض الذي جاء من أجله، وحتى لا يخوض في حديث لا فائدة ترجى منه، قال له إنهما يبحثان عن زينة. وقبل أن يسألهما ثانية قال الحاج صلاح: أنا والدها وهذا شقيقها.
نظر الرجل إليهما مليا وقال: زينة منقطعة عن العمل منذ شهر أو أكثر، في كل الأحوال سأستأذن لكما في لقاء المسؤول الإداري. دخل الرجل وشق طريقه بين الموائد. التفت الحاج صلاح إلى ولده وقال له: إنها غادرت نابل كلها وربما تونس كلها كما قالت في تلك الرسالة. أطرق قاسم ولم يقل شيئا، لعله يفكر في السبب الحقيقي الذي دفع بشقيقته زينة إلى الرحيل وبهذه الطريقة المريبة. عاد الرجل ودعاهما إلى الدخول. شق الثلاثة طريقهم بين الموائد، يعلو المكان صخب الحديث وطقطقة الصحون، ثم انتهى الثلاثة إلى باب مكتب في الجزء الخلفي من المطعم. فتح الباب ودلفوا. خلف مكتب تعلوه شاشة حاسوب، شاب مشط شعره بعناية. ما أن رآهما حتى وقف مسلما. كان المسؤول عن أمن المطعم قد أبلغه بأنهما والد وشقيق زينة، ولذلك بادرهما بالقول إن زينة استقالت من عملها قبل نحو شهر. من خزانة خلفه أنزل ملفا أزرق، فتحه وقلب بضع ورقات واستل واحدة. هذه رسالة الاستقالة. ثم استطرد يقول إن المطعم خسر بذهاب زينة واحدة من خيرة مستخدميه. صمت قليلا ثم أضاف: لقد اكتفت بالإشارة إلى أنها استقالت لدواعي شخصية. سأله الحاج صلاح إن كانت أخبرته بوجهتها. بدا السؤال مفاجئا للمسؤول الإداري الذي رد بأنها لم تخبر الإدارة بأي شيء. أضاف أنها قد تكون أسرت بوجهتها إلى صديقة لها. لم تثمر الزيارة التي قام بها والد وشقيق زينة إلى ذلك المطعم غير تأكيد لمعلومات كانت لديهم. مع ذلك فإنهما أصرا على مقابلة من قدمت لهما أعز صديقاتها. كانت فتاة في مثل عمرها من العاصمة، بدت شديدة التحفظ في كلامها. قالت لهما إنها أبلغتها بأنها سترحل إلى ليبيا للعمل في مؤسسة فندقية هناك. كانت جفونها وهي تخبرهما ترمش بسرعة، وظن قاسم أنها لا تقول الحقيقة، ولذلك فاجأها بأنه سيبلغ الشرطة إن لم تقل لهما الحقيقة كاملة. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا.